السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام وعبر هذا الأثير المبارك إذاعة القرآن الكريم في برنامجكم كن فضوليا. كن فضوليا، لكن لماذا وكيف؟ لماذا نثير الفضولة ونطرح الأسئلة؟ هل قضايا مجتمعنا كلها واضحة ومطروحة للنقاش؟ أم أن واجبنا إثارة الأسئلة وإعمال العقول وإثارة الفضول؟ أليست الإجابات والحلول مقترنة بطرح الأسئلة أولا؟ لماذا نكون فضوليين؟ لأن المعرفة تبدأ من الاستفهام، ولأن الحل يبدأ من الأسئلة، لأن العلاج يبدأ من تحديد موضع الألم بعد السؤال عنه. لأجل ذلك كله كان برنامجكم كن فضوليا. أهلا بكم معنا أيها الكرام وفي حلقة جديدة من برنامجكم كن فضوليا، وموضوعنا لهذا اليوم هام وعام ويمس كل البيوت. انتشار هذه الظواهر والآفات المجتمعية لتفتك بيوتنا وأنفسنا، هل هناك سبيل لتوعية الناس أكثر؟ ثم من جهة ثانية، هل نتقي شر الحاسد في أنفسنا وأبنائنا؟ أم أننا تملكنا هوس أننا مصابون بالحسد، مع أن الكثيرين منا يظنون أنهم لم يفعلوا شيئا حقيقيا يحسدون عليه؟ كيف نقوي إيماننا ونحصن أنفسنا؟ كل هذا وأكثر نناقشه معكم أيها الكرام في حلقتنا من برنامجكم كن فضوليا، وأستقبل اتصالاتكم على 0923-1110 وعلى جوال 0599-15-1010، كما أستقبل أيضا تعليقاتكم على البث المباشر لصفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم. فاصل قصير ثم نكون معكم. تعرضوا صوركم وصور عيالكم وتفاصيل حياتكم على مواقع التواصل، واحد بيحب وألف بيكره، عين بتسمي وألف بتحسد. بلاش يا جماعة، وده لسببين. أولا عشان العين مش بس بتأذي ولا بتحسد ولا بتمرض، العين بتموت. أقسم بالله ده مش كلامي، ده كلام سيدنا رسول الله اللي قال في الحديث العين تدخل القبر. بلاش عشان العين، ومراعاة لمشاعر الناس يا جماعة. يا أخي اللي عندك
مش عند غيرك. يا جماعة حافظوا على نفسكم، احنا بقينا في زمن الحسد. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. مش فاهم؟ أبسطها لك، يعني داري على شمعتك تقيد، داري على شمعتك تقيد. ولو عايز تحافظ على نفسك من الحسد والحاسدين، يبقى لازم تعمل بنصيحة الإمام ابن الجوزي. يعني تعمل إيه؟ يعني تكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك. أما ذهبك في حالتك المادية ودخلك، ما تحكيش لحد عنهم أبدا، عشان لو معاك ما تتحسدش ويطمع فيك، ولو مش معاك محدش يعاملك بشفقة ويستقل بيك. اسمع مني، أنا خايف عليك. وأما ذهابك فمعناها أن مثلا لو جايلك عريس، تصبري وتتقلي وتكتمي لحد ما ربنا يتمم بخير. وانت كمان لو رايح تقدم على وظيفة جديدة أو رايح تخطب، تصبر وتكتم، ما تسيحش لنفسك لحد ما ربنا يتمم لك على خير. يا جماعة امسكوا لسانكوا شوية، امسكوا لسانكوا، وانتوا تلاقوا كل حاجة خططوا لها ماشية زي الريح. يا جماعة العين فلقت الحجر، بلاش يا جماعة كل حاجة تفضفضوا بيها وتحكوها. ياما ناس فضفضت وحكت ورجعت تبكي وتعيط. هيجي واحد يقول لك يا عم شيخ وأما بنعمة ربك فحدث. لا يا حبيبي، الآية دي أنت فاهمها غلط. لا يا حبيبي، دي معناها ما تنكرش نعمة ربنا عليك وتحمده وتشكره على كل حال. يعني البس كويس بس من غير خيلاء ومنظرة وفشخرة، من غير ما تشوف نفسك على الناس. يبقى تكتم على الناس ذهبك وذهابك. وأما مذهبك فميولك وأفكارك، بتحب إيه؟ بتكره إيه؟ بترتاح لمين؟ سرك مع مين؟ بلاش حتى الكلام ده تحكوه يا جماعة. ولو حكيت مش كل حاجة، ولو حكيت لشخص ثقة واثق منه ومن أخلاقه ومن دينه. اسمع مني يا أختي، خليكي باب مقفول. اسمع مني يا أخوي، خليك باب مقفول. وساعتها هتفضل محافظ على زهوتك ولمعانك وقيمتك في نظر اللي حواليك. اسمع مني يا أختي، اسمع مني يا أخوي، ما تقولش أسرارك لحد، ما تقوليش أسرارك لحد، لأنك بمجرد ما تحكي بقيت كارت محروق، وساعتها الكل هيمل منك وهيبعد عنك. تذكروا قول سيدنا عمر بن الخطاب: ندمت على الكلام مرات، وما ندمت على الصمت مرة. يبقى لو عايز تحافظ على نفسك من الحسد والحاسدين، تعمل كل الحاجات اللي قلتها لك دي، وقبلها تحافظ على صلاتك وأذكار الصباح والمساء وسورة البقرة ولو مرة في اليوم. أما رسالتي الأخيرة، فالكل واحد بيحسد بقول له حرام عليك، اتق الله. ما تحسدش أخوك على نعمة ربنا اداها ليه، انت مش عارف وصلها ازاي، ولا عارف ربنا أخذ منه قصدها ايه. حياكم الله من جديد، أهلا بكم في برنامجكم كن فضوليا، والذي نتحدث وإياكم اليوم عن الحسد، خطره، مخاطره، أنواعه، أشكاله، وما أثره على المجتمع. الإمام الغزالي يقول: رأيت رجلا بالبادية له من العمر 120 عام أو سنة، فسألته عن النشاط في مثل هذا العمر فقال: تركت الحسد فبقي الجسد. أهلا بكم، استقبل اتصالاتكم أيها الكرام لنثير فضولكم، وأسمعوا تعليقاتكم على 0923-13-10 وعلى جوال 0599-15-10-10، كما أقرأ تعليقاتكم على البث المباشر الخاص بصفحة الفيسبوك بإذاعة القرآن الكريم. فحياكم الله، وأروح لأخوي أبو إبراهيم. سلام عليكم الفقوعة. السلام، سيدي الصباح ويك، وبارك فيك دكتورنا ودينك يا رب. وشكرا لك على اختيارك، مستحيل مواضيعك كلها بسم الله ما شاء الله عليك. الله يتقبل. أنا دائما أي شيء بتناول بتناوله من خلال كتاب الله عز وجل، لأنه كتاب الله لم يترك شاردة وواردة إلا وهو موجود فيه الخير كله، لأنه سعادة الإنسان في الدارين الدنيا والآخرة. أحسنت. فضل. الحسد، الآية الكريمة: من شر حاسد إذا حسد. إذن الحسد هو شر، وتعريف الحسد هو تمني ما عند الغير مع زواله. لكن في شيء يسمى الغبطة، تمني ما عند الغير مع عدم زواله. وقال أهل العلم أن أسباب المعاصي ثلاث، منها الحسد، وقد سطر ذلك قابيل مع هابيل. ومنها الكبر، الكبر حينما قال الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهناك سبب ثالث وهو الخلود، وهي معصية آدم. ماذا قال له الشيطان عن الشجرة؟ إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فعن طريقة الخلود هو أغوى آدم في المعصية. لكن أنا بدي أقول أنه بالنسبة أيضا قد يكون الحسد لمشاعر معينة، كما حدث مع يوسف وإخوته. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه الجامع ماذا قال؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله المال فهو ينفق منه على ورثته بالحق،
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. فأسأل الله لي ولك وللجميع أن يجربنا أن يجنبنا شر الحسد والحاسدين، وبارك الله فيك. الله يكرمك. شكرا شكرا أخي أبو إبراهيم من فقوعة. أروح أخي أبو أنس من الناصرة. أبو أنس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إن شاء الله أبدأ الحديث اللي ذكره أخونا، لا حسد إلا فتنتين. نعم. سيادنا العلماء بيقولوا معناها الغبطة، يعني نعم صحيح، الحسد تمني زوال النعمة، والغبطة أن تتمنى أن يكون عندك ما عند فلان وأن تعمل كما يفعل، وهذا ما ذكره العلماء. دكتور، لأنه الحسد موجود أمرنا الله أن نحتمي أن نلجأ إليه، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. في فرق بين إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وبين الكبر والغرور وشيطان الحال وكل هاي الأمور. عشان هيك ربنا بيقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. اتذكر الشغل فيه، احنا بنذكر نص الحديث له كمال الحديث، لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان أو بالكتمان. نعم. فإن كل ذي نعمة محسود. عشان هيك سيدنا يعقوب عليه السلام برضو يعني يدخل فيها باب العين، يعني هذا السؤال انه هناك فرق بين العين والحسد، لان الناس مرات تخلط ما بين العين والحسد. نعم صحيح صحيح. يعني لما قال له لا تدخلوا من هذا اللي بدأ أجيله، بين انه لا تقصص رؤياك على اخوتك ولا لا. نعم صحيح. عشان هيك انا بقول دكتور المقدم اللي حطيته هاي الموعظة بتجنن، اللي قاعدين بنشروه في شبكات التواصل من موائد ومن ومن ومن، يجعل الفقير اللي عايب حاله اللي لا مش بالقوة يلاقي لكم، ممكن يحسد على المجتمع، ممكن ينقم، ممكن ممكن ممكن. فعنا احنا قالوا يا رسول الله اريد ان اكون اغنى الناس، قالوا كن قنوعا تكن اغنى الناس. أحسنت. وفي رواية ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ففعلا هو مرض، الحسد مرض دكتور، يعني مرض من امراض القلوب. حتى سيدنا الإمام الغزالي بذكر في الإحياء هذا الأمر، والشيخ سعيد حوا وكثير غيره يعني بيركزوا على هذا الأمر كثير كثير كثير. نعم صحيح. بدها مراقبة الله، بدها محاسبة، وبدها رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والرضا مع أخذك بالأسباب، الرضا يعني أنت بدك تحسد إنسان والرجل بقوم من الساعة 4-5 بيصلي الفجر بنزل على الشغل، وانت قاعد لا بتشتغل ولا 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 ولا، وبدك تحسد يعني بغير حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبدها دين وإيمان ورجع إلى الله. شكرا شكرا أبو أنس، الله يجزيك الخير ويرضى عليك. بركت على ما تفضلت به. ولا زلت استقبل اتصالاتكم ايها الكرام على 0923311010 وعلى جوال 0599151010. الفرق بين الحسد، انواع الحسد، علامات الحسد، علاج الحسد، آفة مجتمعية، نشر الصور على السوشيال ميديا والتباهي، كل هذا واكثر اسالكم عنه واثير فضولكم، مخاطره وانواعه وكيف يمكن ان اتعامل معه. اخوي عبد الله صنور السلام عليكم. يسعد لي اياك. يسعد صباحك يا دكتور. منور. كيف حالك؟ الله يخلي لي اياك. الله يبعد عنا وعنك وعن المسلمين شر الحسد يا الله. امين يا رب العالمين. الله يسعدك يا دكتور. الله يخلي لي اياك. ومن شر حاسد اذا حسد. صدقت. اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، والنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. الله. اول ذنب ارتكب في السماء والارض هو الحسد. نعم صحيح. ويا سيدي الله يعطيك العافيه. بركت. خلي لياك. شكرا شكرا سيدي الصباح، الله يكرمك. هو جميل خير الكلام ما قل ودل فلم يطل فيمل، الله يجزيك الخير ويتقبل منا ومنك ان شاء الله رب العالمين. ولا زلت استقبل اتصالاتكم على 0923311010 وعلى جوال 0599151010، واثير فضولكم لاسالكم عن الحسد، انواعه، مظاهر المجتمع اللي موجوده عندنا، التباهي عبر السوشيال ميديا، عرض الصور، عرض الاولاد والطشات. مرات الناس وبروح بعمل حادث بقول لك طب شو القصة؟ دعوني أسألكم ما القصة وماذا نفعل مع هذا الشكل من أنواع الحسد. الأستاذة زينب السلفيتي السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية أستاذة. الله يكرمك وبارك في عمرك. الله يحفظك. هلا يعني بارك الله فيكم على المواضيع اللي تتناولوها. هلا بالنسبة لموضوع الحسد، موضوع الحسد بعرف إذا بتصححني إنه معظم أصحاب القبور من العيون،
وانه انه انه هذا القول. هلا انا اللي بدي اقوله انه موضوع الحسد ذكر في القران الكريم، ذكر السحر، ذكر الحسد، من شر حاسد اذا حسد، اللي هي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللي هي المعوذات. هلا انا اللي بدي اقوله انه الحسد فعلا موجود، والحسد احيانا يؤدي الى نوعين، اما الحسد الحاسد بتكون لديه قوه كبيره فبيؤدي الى انه يتلف العضو اللي امامه او يتلف او يؤدي قد يؤدي الى انه باراده الله الوفاه، او انه يؤدي الى انه يصيبه في مرض ويضعفه. هلا في سؤال انه احنا الاصل انه نتحصن بالاذكار والادعيه اللي هي نتحصن بالمأثورات. كثير من الناس اللي بتعمل ادعيتها ما بيأثر فيها الحسد، لكن الناس اللي ما بتعمل ادعيتها بيأثر فيها الحسد. وعن تجارب انا شاهدتها للناس انه فعليا الانسان اللي ما بذكر رب العالمين، مش بس الذكر القرآن، اللي ما بيعمل ادعيته فعلا بيكون معرض لايش؟ لانه يقع عليه الحسد. هلا نقطة انه الحسد له اسبابه، له مبرراته، له دوافعه، لكن انا كيف يعني مثلا يعني في نوع من الاستفزاز بيكون لما مثلا الناس بمواقع بسميهاش التواصل، انا بسميها مواقع التقاطع الاجتماعي، لانها قطعت الناس مش واصلتهم. يعني مش التواصل اني اشوف صوره او اشوف كذا، اللي هي اشوف اشوف انسان، اني اصل زياره شخصيه، انسان مريض، انسان فقير، انسان انه يكون الاصل. هلا هون لما بتشوف انت في ناس فقيره او ناس، وممكن اللي يحسد ما يكون برضه فقير يا اخي، ممكن ناس تحسد انسان حتى على سعادته، مثلا على جمعته مع عائلته مع اولاده مع كذا. يعني مش بالضروره انه الحاسدين هم فقراء وما بايدهم مش. هلا ممكن انسانه تنشر صورها والله مع عائلتها، طب في إنسان أولادها بعاد عنها، هلأ ممكن تنشر واحد مثلا. يعني أنت أحيانا أنا بقولها أنه ربنا يحب أن يرى أثر، مش كل أثر نعمه على عباده، مش بفرج الناس وبتباهى على خلق الله. هلأ النقطة أنه الأصل الناس تكتم النعم، مش بتضلها تتباهى وتظهر هذه النعم أمام الناس حتى تصيبها الناس بالحسد. هلأ أنا لو شفت إنسان صاحب نعمة، الأصل إني أقول الله يبارك له، قال له هلا 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 بركته في الحديث، إنه لما شاف شخص قال له ألا إنه تقول له الله يبارك لك حتى تتجنب إنك تحسد. هلا الإنسان اللي بيحسد، بعض الناس بتعرف حالها إنها بتحسد، بس في ناس ممكن بتحبب عينها ترشق مثلا. صحيح. لا انت أقول الله يبارك له. هلا أنا في سؤالي إنه أنا بقول إنه للأسف الناس ما بتحسد على قراءة قرآن ولا على صلاة مسجد، تحسد على المعصية. هذا إنسان مشهور، هذا فنان مثلا، هذا والله عنده أموال، ما بتحسد على 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 على, على, على إيش، على الآخرة، بتحسد على عرض الدنيا، عرض الدنيا. بتحسد على عرض الدنيا. ففي نقطة إنه أنا فعليا أنا كإنسان الأصل إني أقول الله يبارك له لأي إنسان، والأصل برضه في صاحب النعمة إنه يطهرها بالزكاة وبالصدقة، ويطهرها بعمل المعروف، ويطهرها بعمل الخير، ويطهرها بالحب وعدم التكبر على خلق الله. حسنت. يعني مثلا أنا إنسان صاحبة نعمة، ليش ما أعطي الإنسان أطفئ نار 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 الحقد ولا غيره بإنه بالصدقة أو بعمل معروف أو بكذا. نعم. هلا إحنا المجتمع عنا في أشياء بتنفي الحسد منه، كيف؟ بالحب، بالمشاعر، بالزكاة، بالصدقة، بالعدل، هذا أشياء هي بتأدي إنه المجتمع يكون متراحم، متواد. في جبر الخواطر. جبر الخواطر. هلا أنت في كتير يعني هذه النقاط اللي أنا بقولها، إنه الأصل إنه نعمل أدعيتنا، نعمل أذكارنا. الأصل برضو كمان شفنا إنسان، يعني أنا مثلاً عن نفسي إذا شفت إنسان صاحب نعمة وإنسان شخصية مؤثرة من 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 شخصية مثلا من العالم، أدعو له بالهداية والإسلام مثلا، بقول الله يهدي ويسلم وينفع الإسلام فيه. ما بتطلع إني أنا أقول والله إني لازم أنا أحسد هذا الشخص، أو إني أنا بالعكس لما ناس بتقدم، ناس بتكون عندها نعمة مثلا في موهبة معينة، يعني خطابة بليغة أو كذا، بالعكس المجتمع بيكون بالكفاءات، يرتقي بالكفاءات، برتقي بهذه الامور. الله يا سيدي والله يبارك سنتي. فيكم اخي شكرا محمد. شكرا الله يبارك فيك. وشكرا لكم، مع السلامه. الله يجزيك خير، الله يبارك في عمرك ويتقبل منك. والحديث اللي يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، وحسنه الالباني في صحيحه، وهو يعني حديث صحيح ان شاء الله، اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. الاستاذ المحامي بلال محفوظ، السلام عليكم. استاذ بلال السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافيه دكتور. حياك الله، الله يبارك في عمرك. الله يعطيك العافيه سيدي. هو ربما من وسائل العقوبه ان تتحدث بعد الاستاذه زينب، لانه ما شاء الله انها بليغه قويه. حقك علينا. الله يرحمك. هو انا اتفق معك في جزئيه انه لا يجوز الانسان ان يظهر وجباته وذهاباته الى المطاعم او للرحل او يصور شو اللي بياكله على وسائل التواصل، لانه هذا من مخلات المروءه. يعني هذا علمونا واحنا صغار. احسنت. انه لما بتروح على السوق وبتشتري مثلا ساندويش او بتشتري بوضه، خوارم مروءه انك تاكل بالشارع ولا بالحاره. ما بصير. هذه تنطبق عليها نفس الشيء. اما موضوع الحسد والعين
فأنا أعتقد أنه مبالغ فيه بشكل هائل. نعم. الحقيقة مسألتين، الحسد هو تمني زوال النعمة ولا يؤثر على المحسود بشيء، يعني هو الحاسد يعذب نفسه في الدنيا والآخرة. الله لا يرده. نعم، هلأ في بعض الناس يقول لك وين ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. أحيانا يتجاوز الحاسد بأنه يبدأ يعني مثلا يتأول ويبدأ يقول ويفعل أشياء، هنا يخرج الحسد إلى الفعل وهنا الخطأ. أما موضوع العين فهو جندي من جنود الله يوجهه كيف يشاء، ولكن قد تكون وسيلة عن طريق أحد، وهو من علوم الغيب لا يعلمها البشر. يعني ما باجي أقول والله انضربت سيارتي، والله الصبح شافني الدكتور محمد بشارات، والله ما في حدا غيره يا حبيبي. وبقسم بالله لا وبلبس وبصير يقول فلان يعني بصير يقول فلان، وهذا فيها تهمة وفيها دخول إلى علم الغيب. ثم الآن الفقهاء، إذا بنرجع لكتب الفقهاء شو بقول لك؟ الإنسان يصاب بالعين إذا أصيب يا مرة يا ولا مرة، إلي كثير 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 مرتين منيح. طيب إحنا لما بنيجي منخاطب الشباب بيقول لهم والله إذا بتعرض إشي حلو يصاب بالعين أكيد. طب أنت مثلا لما بتحط مباراة رونالدو وميسي وبيلعبوا وبيسجلوا أهداف وبكون يحضر في الملعب 100,000 واحد، مش في 100,000 واحد هدول واحد صابهم بالعين يصفقوا هيك يجيبوا؟ مش معقول، مش معقول. فإذا في هناك في مبالغة، أحسنت، ولا بد من إعادة تجديد هذا الخطاب، وأشكرك على طرح هذا الخطاب. الله يكرمك. شكرا شكرا الأستاذ بلال محفوظ، الله يجزيك الخير وأبدعت، الله يبارك في عمرك. أروح لأخوي رائد من جنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك في عمرك. حياك الله، يسعد صباحك أخونا الكريم. الله يكرمك. والحقيقة أني أغبطك على المواضيع التي تتناولها. الله يكرمك، الله يتقبل منا جميعا إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. أخي الكريم تفضل. أنا أقول يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال العين حق. نعم. تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العين سهم من سهام إبليس، أو النظرة، من تركها لله أورث الله قلبه عبادة وجد أثرها إلى يوم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، الحسد والعين يكاد يكون متقاربات. فالعين تقود إلى الحسد، أنت عندما ترى شيئا فلا تذكر الله عز وجل أنت أصبت بالحسد. أحسنت. وقد وجهنا القرآن الكريم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا التوجيه القرآن لنا جميعا، إذا رأيت شيئا من أخيك يعجبك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دعك من الاعتراض المبطن على الله عز وجل، لأن الحاسد يعترض على الله. نعم. لماذا أعطيت فلانا ولم تعطيني مثلا يا رب؟ نعم. هذا اعتراض على عطاء الله، وأنت تتهم الله عز وجل بأنه غير عادل سبحانه وتعالى. صحيح. وليس الله بأحكم الحاكمين. بلا. لذلك أخي الكريم، يعني بعض الإخوة يقولون يعني نحن عندنا أطفال، لماذا نشكو من نكد هذا الطفل أحيانا؟ لماذا نشكو من هذا النكد الموجود في البيت؟ طب صدقا أخي الكريم، ولا أكاد يعني أنا يعني أكاد أجزم بهذا الموضوع. نعم. أن معظمه يكون احتراق في البيت لأجل نظرة حسد من فلان أو من علان. لماذا هذه الصور، هذا التصوير؟ يعني أنت قبل قليل الإخوة يعني ما شاء الله أبدعوا. نعم. إنسان قد لا يسكت يومه، لماذا أنت تصور وتضع على الفيس وعلى السوشيال ميديا وعلى غيره من المواقع؟ صحيح، وخصوصا انه في كمان قهر للمشاعر وقهر للناس، وتثير يعني لانه في مبالغه في هذا السلوك للاسف الشديد. الله سبحانه وتعالى يعني طلب الينا، قال ان شكرتم لازيدنكم. شكر النعمه ليس بعرضها فقط. أحسنت. شكر النعمه يكون شكر لله عز وجل بالافعال ايضا. حق الله في هذه، نعم شكر. قال الله عز وجل طلب من ال داود اعملوا ال داود شكرا. نحن نريد ان نشكر الله عملا وليس فقط قولا وتصويرا امام الناس. الله يكرمك. نحن لان الحسد يا اخي الكريم نار تاكل الحسنات كما ياكل أحسنت. كما تاكل النار الهشيم كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك صحيح. اخي الكريم، انا نصيحتي لكل الاخوه المستمعين، تفضل، لكل من يسمع صوت اذاعه القران الكريم من نابلس، هذه الاذاعه النيره التي اسال الله عز وجل ان يبارك فيها وبالقائمين عليها. امين. لكل من يسمعنا، اتقوا الله عز وجل في انفسكم وفي اخوانكم، لا تكونوا سببا لحرق حسناتكم يوم القيامة. الله يرضى عنك. لأنه كما قال أحد الإخوة السابقين، أول ذنب عفي به الله عز وجل هو أنه حسد. نعم. قال صحيح. أنا خير منه، خلقتني من طين من نار وخلقته من طين. صحيح. ثم بني آدم لأقتلنك، سبب القتل كان حسد.
تقبل الله من هذا ولم يتقبل من هذا. الله يجزيك خير أخي الكريم. الله يجزيكم الخير أخي الكريم. أقول في الختام سريعاً. أن الحسد يأكل الحسنات، فاتقوا الله في أنفسكم ومن تعولون. بوركت بوركت خيرات الجيل. الله يجزيك الخير. الله يرضى عليك. أروح لأخي أبو جابر من الخليل. أبو جابر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت بدي أحكي عن أول جريمة وهو حكيها أخي، بس أذنت إلى موضوع يعني أحكيها في طريقتك يا سيدي، هو برضو زمان طريقتك الجميلة قد تصل إلى القلوب أسرع. من صفات اليهود هي الحسد، ودى كثير من أهل الكتاب لو يردون كل أحسنت حسد من عند أنفسهم. أحسنت. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني عليك هذه من صفات اليهود الحسد. هم جاءوا اصلا المدينه فكرهم انهم يكون النبي منهم، وبعدين ما لما ما جاش منهم امنوا انحلق لهم. بعدين اقوال هون يا حبيت اكتب لكم اقوال ما خلق جسد من حسد. وبعدين احد العلماء بيقول لو كشف لنا الحجاب وجدنا ان اكثر الناس محسودين او مصلوبين بالعين. نعم. هذا بالزمن مين؟ بالزمن الائمه الاربعه وعسل البصري وابن قيم. نعم. وابن تيميه. هذا بزمان الصالحين بيقول هذا الكلام. ايش حالنا في ايامنا؟ هذا اغلبنا معناته محسودين. الله يعافينا. سيدنا عمر شو بيقول؟ نعم. بيقول ما من صاحب نعمه الا وجدت له في الناس حاسدا، ولو كان الرجل اقوم من القدح، القدح يعني السهم، لوجدت له في الناس حاسد ناقدة، ولو كان الرجل أقوى من القدح لوجدت له في الناس ناقدة. فهذه يعني مستحيل يعني إلا تلاقي مين هذا بالسرج من هالموت. الله يعافينا. واللهم صل على سيدنا محمد. في ثلاث أشياء هم أنا كنت ذكرهم ما فيش حدا بيخلى منهم، الموت والحسد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يجزيك الخير. شكرا شكرا ابو جابر، الله يبارك في عمرك، تقبل منك ان شاء الله. الله يجزيك الخير. اروح على اخوي ابو العبد من نابلس. ابو العبد السلام عليكم. طيب ابو العبد فيك ترجع لنا. ابو العبد اختنا مهيثم من طول كرم. السلام عليكم اختنا مهيثم. طيب مستمع من نابلس السلام عليكم. الو. عليكم السلام. تفضلي 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 اختي. السلام عليكم اختي من نابلس. تفضلي. طيب لعله خير يا جماعة الخير الإخوة اللي يعني لازم تستقبل اتصالاتكم على 0923-3-10-10 وعلى جوال 0599-15-10-10. وإن شاء الله بتمنى الإخوة دائما يعني بمداخلاتهم خير كلام ما قل ودل فلم يطل في يمال، ويكونوا مقتضبين حتى أطيح المجال للإخوة الذين ينتظرون على الخطوط. فأنا أعتذر، كم الاتصالات كبيرة والانتظار أكبر، فحتى لا يعني لا سمح الله ما أهضم حق حدا. إن شاء الله نسمع من أرائكم، لأنني أريد في هذا المجال أن أثير فضولكم. هل جد الحسد إحنا منبالغ كثير فيه، ولا جد في حسد بهذا الشكل؟ هل اليوم علامات فيه للحسد واضحة؟ العين والحسد شو الفرق بأنواع الحسد يا جماعة الخير؟ كيف نفعل مع هذا الحسد اللي هي الآفة المجتمعية، وهي آفة قلبية وآفة تضرب النفوس حقيقة في مجتمعنا؟ كيف نتعامل معها؟ وهل وجود هذه مواقع السوشيال ميديا عززت وزادت؟ يعني هذا الذي ان شاء الله نثير فضولكم فيه. ناخذ اختنا مهيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك يا رب ويحفظك. ان شاء الله ربي يعطيكم العافيه جميعا. ان شاء الله يحفظك ويقدركم. كل اللي بيقدموا برامج هنا مفيده لامتهم، فربنا ان شاء الله يخليهم وطول اعمارهم جميعاً. وان شاء الله هالام تستفيد من كل هالبرامج اللي بتجيبوها يا رب يا رب. بس بالنسبة أنا كلامي بسيط جدا. فضل. أول شيء أنا مش دارسة اللغة العربية زيكم، درست عندكم شوية العربية، ثقافتي كلها فرنسية كانت، بس الحمد لله لحقت إني أتعلم شيء منكم ما شاء الله عليك. تفضلي. هلأ ربنا خلقنا على وجه البصيرة، بس ما خلقنا سدى، يعني ربنا عن طريق القرآن. نعم. يعني ليش بيقولك الإنسان مفروض يكون قريب من ربه دائما؟ واحد لما يصلي يقول يا رب اجعلني من المقربين لك. نعم. إذا كنت قريب من رب العالمين بدك تحفظ كل اللي بيقوله ربنا. يعني ربنا أعطانا لكل مشكلة بتصادفنا دعاء خاص أو دعائين، فإحنا دائما نحفظ هالأدعية. نحفظ يعني المسلم الحقيقي فمش لازم يخاف لا من مرض ولا من حسد ولا من إشي. ليش؟ لأنه محصن حاله. أحسنتي. يعني عن صلاة الفجر بيقدر يحصن حاله، وعن المساء بيحصن حاله، وممكن كمان بالنهار يحصن حاله. فالإنسان لما يحصن حاله باستمرار ويكون مسلم وقريب من رب العالمين ما يخاف من هالإشياء. حسنتي. حتى ما يبالغش، ما يكونش عنده مبالغات برضو كمان. لا مش مبالغات لهالدرجة. حسنتي. مش مبالغات، بس احنا لازم نحافظ على حالنا في أدعية بسيطة نحفظها. حسنتي. ونقولها باستمرار عند الصلاة، ونحاول نتوكل على رب العالمين. فالتوكل على الله برضو بيحميك من إشياء كثيرة. الله يكرمك يرضى عليك. ثاني إشي
يعني أنا هاي الكلام اللي أنا حكيته إنه أنا مثلا دائما بدعي رب العالمين إنه خليني يا ربي يجعلني من المقربين لك، وأنا بتأخر كتير بالسهر فبدعي ربنا بناجي ربنا أحيانا ببكي لربنا فمن شان إنه يحمينا من شان ينصر هالأم المسلمة من شان يرد لهم حقوقهم من شان يرفع عنا هالفيروس ومشان يحمينا من الحسد والعين والحسد واحد. أم أحسنت. أسا واحد صابك بالعين يعني أنت ممكن تحسد حالك برضو لو وقفت على المرايا أو مدعاش مدعاش الإنسان اللهم كما حسنت خلقك. ممكن تحسد حالك أنت كمان صحيح. تحسد نفسك. الله يعافينا. شكرا يا مهيثم الله يجزيك الخير وتقبل منك. يبعد عنا الحسد أمين. يبعد عنا كل هالمشاكل اللي بتصير ويرد لنا حقوق المسلمين. تمام الله يكرمك ولا يهمك الله يرضى عليك في رعاية الله. طيب أروح أخوي بشار. بشار السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله الله يبارك في عمرك أخوي بشار تفضل. الله يبارك فيكم. الموضوع إذا نحكي موضوع بس يعني جزئية من الموضوع فضل. موضوع البنات هن أكثر إشي بحكيهم دائما عن الموضوع يعني أسرار البيوت مثلا خاصة عن موضوع اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام. صار البيت كل بيت صار حدا عارف كل إشي فيه. كشفت البيوت يعني كشفت. طبعا واغلب هذا الكلام من بسبب البنات للاسف يعني صدق الكشف يعني بجوز ينزل شغله بتتاخر في بيته وبجوز بتتاخر في سيارته لكن البنات للاسف بشكل عام يعني نفسه. اي شغله طبخه طلعت على المطعم نيو جورجها سوت اي شغله كل شيء بنزل جابت اواعي لابنها الصغير لبسته واشترت له اغراض طقم كمبيات جديد تفضل تفضل. هذا الكلام غلط للاسف للاسف بنشوفه كثير المشكله في زمن الانستغرام الموضوع اتماس يعني لما وصلت مرحله انه في بنات على الانستغرام صارت كل الشعب عارف انه هي حامل كل الشعب عارف انه هي حسبي الله وكيلا وصلت مرحله انه لما راحت تخلف رجع اختفت اكتشفوا انه الابن توفى لانه اصلا من حاملها لحد ما راحت تخلف كله الناس تتفرج. لا اله الا الله. يعني ابنها مات لهدله يعني احنا ما بنحكي انه 100% مات من الهدله لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال انه يعني اغلب امتي تموت تحت القبر من الهدله بشكل عام ما بعرف نعم لذلك انا بوجه نداء من خلال تفضل انه سكن الله في ازواجكم سكن الله في اولادكم وسكن الله في بيوتكم لازم يعني خذوا أموركم بالكتمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لازم بالفعل هذا الكلام. أحسنت شكرا شكرا أخوي بشار الله يجزيك خير رسالتك وصلت وإن شاء الله تكون يعني وصلت إلى القلوب أيضا الله يجزيك خير. أخوي مستمع من الداخل السلام عليكم الفلسطيني الغالي. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شر الحسد بي وأبي رب. آمين. موضوع الحسد يعني الأخوة اللي سبقوني كانوا كلها تواب تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام والشهادات بين أحاديث ولكن الدواء الحقيقي هو أن اللي أنا أحب لنفسي ولغيري مثل ما بحب لنفسي يعني عليك المحبة بين الناس هي الدواء الوحيد للحسد. أحسنت. يعني أنا بحبك ليش احتجاج؟ الله يكرمك. ولا يمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه وهذا جزء من مكملات الإيمان يعني أنا مش بس كلمة الحسد وربنا أدخل لي الجنة. أحسنت. لأنه يعني الواحد بيحب لحدا أدخل الله الجنة والله لن يدخل الجنة بعد شيء أخشى من النبي عليه الصلاة والسلام أو قال حديث عادي بس أنا مش ملم بالأحاديث. نعم. قال إذا أنت بتحب لغيرك إذا بتحب لنفسك هذا شرط من شروط دخول الجنة أو الإيمان. نعم. لا يمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. الله بارك فيك إن شاء الله. شكرا. بس حب الدواء الحقيقي لأنه دواء الحسد المحسود. أحسنت. جدا. صعب جدا انك انت تعالج المحسود لانك بدك الحاسد تجيبه وتجيب مياد وما يعني قصه طويله عريضه ما احنا فاحسن علاج للمجتمع انه يتحابوا فيما بينهم يصبح الحب جزء رئيسي من علاقتهم. الحب يعني لما انا احب الخير للناس هذا شو انا اخترت. احسنت والله خير. مش انا وقفت حالي وكنت الحمد لله وربنا جازان على نيتي. احسنت الله يجزيك الخير. بفضل الله الحمد لله رب العالمين يعطيكم العافيه. شكرا الله يجزيك الخير اخوي ويبارك في عمرك. ولعل الحب علامة من علامات هامة جدا في مجتمعنا الإنسان من خلال يستطيع أن يتعامل معها أكثر. نأخذ آخر مكالمة بعد إذنكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته. السلام عليك الله أختي. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. بدي أحكي حديث عن النبي الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه شبه لا حسد إلا فتنتين. رجلا آتاه الله مالا وفضلت على هلكته في الحق, ورجلا آتاه علما. العلوم طبعا الدينية والدنيوية المفيدة. هلا هدول التنتين اللي الواحد بينحسد عليهم وبس. اما اشي تاني لما على قول كلامهم هذا مش تواصل اجتماعي, هذا تقاطع اجتماعي. نعم صحيح. لانه في ناس بتكتفي فيه وفي ناس اصلا ما بتعبر, يعني حتى في التواصل ما بتتواصل معاهم. فهذا عن جد احلى كلمه الها وسائل التقاطع الاجتماعي. هذا لما يجوا بعدين في حديث عن النبي شو قال الله يبارك عليه, الحياء والايمان قرنا معا. لما واحدة تيجي مثلا في عروسها تنزل صورتها وهي في بدلة مش العرف, بديش أقول بدلة العرف, بدلة العرف وجنبها حط مليون خط بالتعري, بتنزلها وبتتباهى فيها, بتحطها خلفية قدام الرايح والجاي ولسنين ومتباهية. على ايه تتباهى؟ تتباهى لما النبي يقول الحياء والإيمان قرنا معا, إذا فقد أحدهما فقد الآخر. هل أنت تتحدي, استغفر الله العظيم, ما هو أصلا النبي لما يشتي إشي عن رب العزة, يعني الله اللي مش موحيله, على إيه أنت تتباهي في الحرام يا لطيف, تتمكيجي وبتنزلي في صورتك كأنك رايحة على عروس, على إيه؟ حدا عمرك شفت شيخ متباهي مثلا في إشي؟ ولا يمكن. بنت ملتزمة متقية الله بتتبع الدين وبتتبع الإيمان تتباهى, ما بتعمل وحدة هيك, لأن عارفة إنه هي واقفة قدام الله وقدام النبي. اتقوا الله يا جماعة الخير. لا, وأهاليهم بقولوا لهم ما شاء الله عنكم, ماما بتقولها ياي يعني حلو. بيكونوا 200 وحدة و300 وحدة وما شاء الله, وكلهم بينافقوا. يا ويلهم من الله, والله لا يتحاسبوا عليهم, لا يتحاسبوا عليها هاي الشهادة يوم القيامة. بالهم مجرد ما حكوا إنه خلص إشي وانتهى, لا, كله رح يتحاسبوا عليه يوم القيامة. بارك الله فيك. شكرا. سيحاسبوا على مثقال ذرة. الله معافينا, الله يجزيك الخير وبارك في عمرك. أنا شاكر كل الإخوة الذين يعني شاركونا بالتعليقات والمكالمات. خلينا نروح لتعليقات الفيسبوك دكتور محمد الملاح حتى نقدر إن شاء الله اليوم نجمل في الموضوع. أختنا صباح الله يكرمها من المغرب, أسعد الله صباحكم دكتور محمد وصباح إذاعة القرآن الكريم. لله در الحسد ما أعدله, بدأ بصاحبه فقتله. الله معافينا يا رب. أخوي مؤيد بولس, صباحكم دكتور محمد وإذاعة القرآن الكريم. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد يؤدي إلى الحقد والغل وتفتت المجتمع, ولا شك أنه هذا أمر حقيقي, أنه الحسد يفتت المجتمع. لأنه كما تفضل أخونا المستمع من الداخل لما تحدث أنه بديل الحسد الحب, فحينما يذهب الحب فيما بين المجتمع سيكون البديل أكيد الحسد والبغضة والغلظة وكل الأمور السلبية التي تدمر مجتمعاتنا. وقت أصبحت تقول لقد ساهمت وسائل التواصل في انتشار الحسد والعين والحقد بشكل كبير, وذلك لعدم ستر الأغلب نعممهم التي أحبهم الله بها. يعني في ناس ربنا مكرمه يتفاخرون بها, يتنافسون إظهار دون رادع ديني, كل ذي نعمة محسود. وهذا للأسف الشديد نراه بشكل حقيقي في مجتمعاتنا, كما تفضلت أختنا المستمعة التي كانت من نابلس. يعني للأسف الشديد حتى في بعض الناس يتباهوا في نشر المعاصي. يعني ما هي معصية في النهاية؟ التبرج معصية والتبذير معصية. للأسف الشديد في ناس يتباهوا في هذا كله, يعني يتباهى حتى في المعصية التي يغضب الله عز وجل فيها ويحسد أيضا. يعني تخيلوا الموضوع مش بس متعلق فقط بإظهار تلك النعم, والإظهار النعم ليس بهذا كما تفضل كثير من الإخوة, بالشكر الحقيقي لله عز وجل, وليس بالنشرها عبر السوشيال ميديا. الله يسعد صباحك أخوي تيسير وبارك في عمرك إن شاء الله. آيات بتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, حفظكم الله وبارك الله فيكم. الحسد أول ذنب حسد إبليس آدم, والعين حق. وللأسف تحتاج البيوت إلى التحصين بالأذكار والقرآن. القرآن مهجور يا أيها الكرام. للأسف الشديد هجرنا للقرآن جعلنا أكثر عرضة للحسد والحاسدين, بل وجعل بيوتنا غير محصنة لأننا هجرنا القرآن. وهذا كلام حقيقي يا اخوان, هجر القرآن. القرآن مش فقط في رمضان, وان كان ان شاء الله يعني اسال الله ان يجعلنا, ان يبلغنا رمضان جميعا وكل المستمعين, وان يجعلنا واياكم من العتقاء, ولكن القرآن يحتاج ان يكون يوميا بوردك وبقرآنك حتى يكون يعني حقيقي. يعني
حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أخونا غسان بقول لا أقول أنني لا أؤمن بالحسد، ولكن أعلم أن الله يحميني ويحمي عائلتي بذكره والصلاة الفجر جماعة، وأنا الحمد لله مقتنع ما كتبه الله لي ولا أريد الشر لأحد. فبالحب تدوم النعم، وبالحب تحصن الأنفس، وبالحب نحافظ على أنفسنا ومجتمعاتنا. أم يوسف رمضان، السلام عليكم. نعم الحسد يؤثر على الإنسان، ويجب علينا دائما تحصين أنفسنا من قراءة المعوذات لمعنى الحسد. يجب أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد، تقضى بها الحواج، وتفرج بها الكروبات، ويصرف فيها عنا الحاسدين يا رب. تيسير بقول السيلفي هو أكثر شيء دمر الناس. يعني بتعرفوا كل واحد سيلفي والمنسف خلفي وسيلفي والأكل بلفي، يعني بتعرفوا للأسف الشديد حتى الناس فاتت في هاي القضايا بشكل سلبي جدا اليوم. فاطمة بتقول يعطيكم العافية دكتور، الفرق بين العين والحسد، العين حق تأخذ حقها من الحجر بمختصر شيء، يعني بمختصر الشيطان، العين يضرب حسب نفسية العائن، ممكن تكون قوية وممكن تكون أقل قوة. وأما الحسد هو تمني زوال النعمة، وهو اعتراض على الله قبل الاعتراض على المحسود، والعلاج التحصن والتحصين بالذكر بالأذكار وبالقرآن الكريم. وفاتن فاطمة ناصر بتقول يعطيكم العافية دكتور، لكم على البرامج موضوع التي بتجنن. اسمح لي دكتور، حياتنا اليوم كثيرة منشورة، الجميع بيعرف شو أكلنا وشو بنشره على السوشيال ميديا، وشو أكل الأولاد، وشو سوينا، وشو عملنا. وهيك الواحد يعني لابد أن يرجع إلى الله عز وجل، نحافظ على أنفسنا بالأذكار وألا نكون عرضة. أمي محمد أيضا على الفيسبوك بتقول سعد صباحكم، العين بتوصل على القبر، عليكم بالقرآن. والله يا أخي يعني بيوتنا ما شاء الله كلها محسودة، لأنه للأسف الشديد لا نحصنها لا بقرآن ولا نحصنها بالأذكار. وفي ناس كثير مبسوطين إنه بنحسد، لسه في ناس لسه مبسوطين إنه بنحسد، وهذا كلام للأسف مؤذي. أبو صهيب بقول الحسد، أبو صهيب عبد رب بقول الحسد موجود في الإنسان، ولكن شر هذا الحسد يحتاج إلى التنقية. صباح بتقول لا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري علي من إساءة الأدب، بعض الأحيان تجد الناس الحسد فيهم يقتلهم من كثر حسدهم. المفارقات المضحكة، الحسد على المرض، مثلا موظف بغيب عن الدوام بسبب كونه مريضا، وبعض زملائهم بيقول لك نيال ارتاح اليوم للدوام. على شو يا أخوي؟ هو مريض يا زلمة، مسخم مريض، يعني حتى على المرض بيحسدوا، بقول له نياله اليوم أخذ إجازة، هنو إجازة، يعني حتى على المرض الناس بتحسد. حسبنا الله ونعم الوكيل. أخونا محمد بشير بول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله كل خير، ما شاء الله عنكم دائما تختاروا مواضيع القيمة ذات الواقعية في مجتمعنا، شكرا لكم لإذاعة القرآن الكريم. أختنا دلال سماحة بتقول الرضا بما قسم الله لنا بقلب نقي وعقل واع ينشر السلام بداخلنا ويجعلنا حامدين شاكرين لله على أبسط الأشياء، فيجعلها الله بشكرنا عظيمة، وأن لا نمد أبصارنا لما متع الله به غيرنا، بل ننظر لمن حرموا من المتع ونحاول أن نسعد أنفسنا بمساعدتهم. هكذا تتحقق السعادة والرضا المطلق والانتصار على النفس، هو الحصن المنيع لنجتهد وندلي بدلائلنا، ولكل مجتهد نصيب مما قسم الله له. وهذه بالأصل حقيقة من أعظم التعليقات وأجملها، أنت الله سبحانه وتعالى أعطى فلان أكثر، انظر للفلان الذي حرم فأنت وضعك أفضل، فأنت لما بتكون وضعك كويس اطلع على المحروم وروح ساعده، فلعل مساعدتك لهذا المحروم يحفظك ويحفظ أهلك ويحفظ أسرتك يحفظ بيتك ويحفظك أيضا ويحصنك من الحسد بإذن الله رب العالمين. نور، إلى الذي ينكر العين بحجة أن المشاهير غير المسلمين لم يتضروا من وجهة نظره، أولا العين تتجه للتضرر الإنسان في دينه وآخرته، فلا يهتدي للإسلام ولا يعرف دين الله فيخسر آخرته. أما المؤمن الذي تصيبه العين فإنها دنياه هي التي تتضرر. ثانيا، وقال أن المشاهير غير المسلمين لا تصيبهم نكبات مادية، مين قال؟ إنها بل تصيبهم نكبات كبيرة جدا وأمراض خطيرة أيضا، فلذلك تصيب العين المسلم والكافر، ولكن المسلم بعودته إلى الله وبتحصنه يكون أقل عرضة، ونسأل الله العفو والعافية. بتقول ما شاء الله عنكم جزاكم الله كل خير، يعني ونسأل الله أن يحفظنا جميعا. وسنان بتقول الحسد عدم الإيمان بالقضاء والقدر، الأرزاق بيد الله، حسد نوعان، تمني زوال النعمة لتنصرف، والحسد أشد نوعان، وتمني زوال النعم فقط ليتضرر الآخرين. جزاكم الله كل خير دكتور. إم علاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بوركتم، هذه أبو بوركت إذاعة القرآن الكريم المميز دائما برامجها العريقة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله على العاملين والقائمين، حفظكم الله من كل عين وحاسد، والله يعطيكم ألف عافية ويحفظكم ويصرف عنكم السوء، جزاك الله كل خير. ريج عمران، خطورة الحسد الحقيقية تكمن في تحوله لأفعال مخطط لها ومؤ
المؤذية من قتل الحاسد عافانا الله وإياكم. ولعل أختنا أريج ذكرتنا بأمر أنه برات يصل في ناس إخواننا الحسد، إذا حكينا عن بعض الناس بيحسد موظف على إجازته المرضية، في ناس يصل فيه الحسد للاعتداء والقتل والحرق والظلم والاضطهاد وكثير من التصرفات. الحسد بين الأشقاء والإخوة نراها كثيرا جدا، بعض الإخوة مش عاجبه أن أخوه ربنا أنعم عليه وتفضل، فحسده مش بس حسد بالعين، بل النفس تصبح شريرة بالفعل، شريرة تذهب إلى القتل والاعتداء والاضطهاد والتدمير، وهذا للأسف نراه في كثير من التصرفات. حسبنا الله ونعم الوكيل على أولئك الحاسدين، الذي حسد الحسد أكلهم وأكل أعمالهم وأفعالهم، وأعوذ بالله منهم. أخونا محمد علي بول، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولا شك هذا دعاء نحتاجه يوميا لأبنائنا ولأنفسنا حتى نحصنها ونكون أكثر قوة. شادي الشريف، الله يسعد صباحكم يا غالي، بيسعدك ويبارك في عمرك ويحفظ لياك إن شاء الله. أختنا دلال سماحة بتقول: وكثير من العباد أو العباد يعلق فشله وقلة حيلته وإحباطه بالدنيا على أنه محسود من البشر، وهو أصلا لا يمتلك من القدرات والهمم شيء. يعني هذا موضوع مهم جدا، بدي اوقف هيك عليه ضروري احكي فيه بصراحه. بعض الناس جد بيقول لك محسود، ليه يا اخواننا ليه ما بتشتغل؟ والله محسود يا دكتور. ليه بتبحث عن وظيفه؟ والله حسدون. والله عشو يحسدوك، في فرق يا اخواننا بين انك انت فاشل مش قادر تشتغل حالك وتطور من قدراتك وبين الحسد. الحسد لا يصل فيك انه يخليك واصل لهذه الدرجه. مو كمان ما تبالغوش، كما تحدث اخواننا الاستاذ بلال محفوظ، انه بعض الناس كثير بتبالغ في الحسد فتجعله انه علاقه وشماعه لفشلك. لا يا اخوي، الله كرمك ميز ما بين العين التي تصاب فيها وعليك أن تتحصن أو تحسد وعليك أن تتحصن، وبين أنت شخص فاشل غير قادر على التطوير، غير قادر على التأثير، غير قادر أنك تطلع من قوقعة الفشل اللي أنت حطيت حالك فيها. وهذه ما أشارت إلى أختنا دلال الله يكرمها، أنه جد كثير من العباد يعلق فشله وقلة حيلته وإحباطه على شو بيعلقه يا إخوانا؟ هاي نقطة خطيرة جدا، بيعلقه على أنه محسود من البشر، وهو أصلا لا يمتلك من القدرات والهمم على هش بعوضة، يعني بكشش دبانة، ويعيش بهذا الوهم القاتل باطل عاطل عن تحسين عيشه وعالة على الأمة. وهذه نقطة جدا جدا خطيرة، يعني دبانة بتكشهاش حضرتك عشو بدي يحسدوك؟ فطولوا بالكم، يعني ما يفكرش الإنسان يعني أنه والله أني أنا محسود. لا، أنت فاشل، بميز بين فشلك وبين أنك محسود، فلا تبالغوا بهذا. هذا يا إخواننا كانت التعليقات الكريمة من الإخوة الذين شاركونا اليوم بتعليقاتهم الجميلة. خليني أجمل وأذهب وإياكم إلى موضوع الحسد. الحسد يا إخواننا بدنا نفهمه تماما، أنه الحسد له أسباب. الحسد إما بغضاء وإما كبر وإما شد، يعني حب ذهب النعم، وممكن كمان عدم الرضا بالقضاء والقدر كله. والعلامات كثيرة جدا يا إخواننا، العلامات في كثير عند العلماء كثير جدا، ولكن لعلي أنا وإياكم أذهب إلى موضوع جدا جدا مهم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عبادا لله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يحقره لا يخذله. فالتقوى ها هنا، وقد أشار إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا جمالية الحديث. ولعلي هنا أذكركم أن الحسد قد يذهب بنا إلى القتل، وأنا اخترت وفريق العمل موضوع الحسد لأننا لا نريد أن ننسى حرمة الدم التي دائما نريد أن تكون في أذهاننا. إن انتهت الحملة فلا تنتهي المشكلة، فنحتاج دائما أن نذكر أنفسنا بتقوى الله عز وجل والرجوع إليهم. طب ما هو العلاج؟ رقية شرعية سليمة يعني صحيحة. والرقية الشرعية إخواننا يقرأ عليك رجل صالح أو أي أحد من أهل البيت يقرأ عليك الرقية، هذه الرقية التي إن شاء الله تحفظك وتصرف عنك الشر. الرقية الشرعية جدا مهم أن تكون دائما جزء من حياتنا. إذا اشتكى الإنسان من 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 أمر، النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام وقال له يعني بالكثير من الأحاديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يؤلمك، قل بسم الله ثلاثة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. وهذا من الأدعية التي دائما نستمع عليها: مداوم على القرآن، ذكر النعم، قضاء الحوائج بالكتمان، والالتزام بذكر الله عز وجل، ودائما احموا أطفالكم بالدعاء المعهود: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أسأل الله أن يحفظكم
وأن يكرمكم وأن يصرف عنا وعنكم السوء أيها الكرام. شكري موصول لكل إخوة الذين شاركونا باتصالاتهم وتعليقاتهم وأيضا لمن كان معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة، ومشكور لفريق العمل في الإخراج وفي الإعداد وأيضا في الهندسة الإذاعية الأستاذ الدكتور محمد الملاح. واليوم أنتم بتشوفوا الإخراج بشكل جميل، يعني هذا جماليته لأنه إحنا منضيف إضافات جميلة. فشكري للأستاذ الدكتور محمد الملاح على إخراجه وأيضا متابعته وهندسته الصوتية، وأيضا في الإعداد الأستاذ أريج عمران. ولكم خالص الحب، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.